أنا مشيت 30 سنة مش 25 سنة أكتر كمان في خط الفن، وبعدين قلت بقى أدرس شخصيتي شوية وأدرس ديني شوية لأني كنت بعيدة عنه تماما. فإنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. أنا قرار إن أنا رحت الكعبة صليت، كل سنة أنا ببقى في العمرة بعمل عمرة، ما كنتش حجيت، كان يقولوا لي حج اقول لهم لا اتحج بقى حج، لكن عمره ممكن. فرحت اخر عمره ليا ان شاء الله ما تبقاش الاخر ابدا. عملت عمرتي، بعد ما خلصت صلاه المغرب دعيت، سجدت ودعيت، كان في حاجات جوايا تعباني من المسرح، جامده جدا. أيوة. المناخ، الروايات، الاسلوب، الدخلاء، حاجات كتيره قوي زادت شويه اكتر اكتر اكتر. فقلت يا رب كرهني في المسرح بالظبط بالظبط، وانا ساجده وانا متاكده مش انا اللي كنت اللي بقول ده، اتحط في بقي هذا الكلام، كرهني في المسرح، اجعله شيطان بالنسبه لي. قلت في حديث، وقلت في حديث كتير، نفسي اموت على خشبه المسرح. أيوة. الحمد لله الذي عافاني ما متش على خشبه المسرح، كانت هتبقى مقلب كبير قوي صدقوني. هاصعد على ما انا عليه وانتوا في رقبتي. 6 اشهر اتحجيت، اعتزلت تماما كله كله.